ها؟ أم سالم، بسرعة طرشي لي قائمة بالأدوية اللي ممكن نحتاجها في السفر حق عيالنا، لأن في صيدلية مسوية خصومات كبيرة على أدويتها وما بالعرض يطوفنا. بس يا أبو سالم، ما حد منا مريض الحين الحمد لله، وهذه الخصومات يمكن سووها عسب يتخلصون منها قبل ما تنتهي صلاحيتها، وبعدين نحنا مو بمحتاجين لها الحين وتنتهي مدتها بدون فايدة. بس بصراحة أشوف العرض وايد مغري وما أعتقد يتكرر مرة ثانية. خلينا ناخذ شوية مسكنات مضادات حيوية ما فيها خطورة. خلاص اللي تشوفه يا أبو سالم. استخدام الأدوية بدون حاجة ممكن يسبب لكم مشاكل أنتوا في غنى عنها، وخلوا إنفاقكم الصحي مدروس بعناية، ودمتم بخير. مع تحيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع.